دايما حياتك كنت تقول اللي في جيبي يحدد نوعية أدواري. معنى الكلام ده ايه؟ بره فعلا طبعا. اللي بيحصل لما يبقى عندي مثلا كفايه في جيبي اقرا السيناريوهات، ولو مش عاجبني ما اتصورش، ما اقبلش. وبعدين لما يجي الواحد ما فيش تخلص الفلوس بيضطر يصور اول حاجه تيجي، لان الفلوس خلصت ولازم المصاريف تدفع، مدارس والعيش. الممثل لازم يشتغل لما يقدر يستنى، طالما عنده فلوس يعيش بيها، لما مفيش فلوس لازم يشتغل. هو ده السبب في حضرتك وأنت النجم الكبير اللي كان بيخليك تقبل أحيانا أدوار صغيرة في بعض وحشة أوي. الأفلام طبعا. الأجنبية؟ إيه الأفلام اللي أنت قدمتها وحسيت إنك ندمت عليها؟ كتير قوي. أنا من كل الأفلام اللي عملتها في الخارج يمكن في 5 أو 6 محترمين، والباقي بالنسبة لي الباقي كله ما احترموش. أنا شخصيا أنا ما بحترمش أفلامي اللي عملتها غير 5 أو 6.